سجل العام 2016 إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات وزارة الكهرباء والماء في جائزة أفضل تطبيق لنظم المعلومات الجغرافية على مستوى الكويت والعالم. نعم، هذا النظام يعد كخريطة إلكترونية متطورة وحديثة لمواقع ومحطات الوزارة الموزعة في البلاد، ويساعد في سرعة الوصول إلى الأهداف. بعد 4 سنوات من العمل لبناء النظام، فازت وزارة الكهرباء والماء بجائزة أفضل إنجاز على مستوى مستخدمي نظم المعلومات الجغرافية GIS في العالم. من المؤسسة العالمية المطورة لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في العالم إزري، هذا النظام يساعد الوزارة في بناء أصولها وشبكاتها الكهربائية والمائية الممتدة عبر أراضيها إلكترونياً. النظام ينقسم إلى شقين رئيسيين. الشق الأول وهو جمع المخططات اللي كانت موجودة، وكانت يعني بعضها كان حالته جيدة وبعضها لقدم هذه المخططات كان حالته يعني ليس بالحالة الجيدة. أما الشق الثاني وهو الشق بناء أنظمة المعلومات الجغرافية أو بناء الأدوات السمارت تولز وبناء النظام اللي من خلاله ممكن معالجة هذه البيانات والمخططات والاستفادة منها طبعا وسرعة الوصول إليها. نظام المعلومات الجغرافية أو GIS وبشهادة مستخدميه وفر الوقت والكلفة في كشف جميع المواقع التابعة للوزارة ومحطاتها ونقاط الخلل وحتى الأعطال، فحصدت الجائزة على مستوى الكويت والعالم. سلمنا الجائزة مستر جاك دانجرمون، هو صاحب شركة إزري. طبعا هو من يعني هذا مؤتمر سنوي كل شهر 6-7 يصير مؤتمر إزري بسان دييغو، ويكرمون فيه النخب اللي شاركوا بالمؤتمرات أو طبقوا الجي اي اس. والحمد لله طبعا الجي اي اس مو محصور على شخص ولا شخصين، فريق كامل. وفر وقت، الأمور الورقية كانت الإجراءات شوية طويلة، يعني أرسل كتاب، مخططات يدوية، مانيوال عمل يدوي أودي عند البلدية يتفقون على يوافقون على المسار. بالوضع الحالي مع استخدام نظام الجي اي اس نستعمل على قولتهم خط كامل واضح نكشف فيه جميع إحداثياتنا أو جميع التعارضات اللي تدش معاها. من خرائط ورقية يدوية إلى نظام إلكتروني، تعمل وزارة الكهرباء والماء وفق نظم المعلومات الجغرافية الحديث، وبتضافر جهود المسؤولين والعاملين فيها تذلل كل العقبات التي تعترض مسيرة الاستخدام. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.